بيبدأ الفيلم في غرب قارة أمريكا الشمالية مع قطيع من الخيول النادرة جدا، وبنشوف واحدة من الخيول دي وهي بتولد سبيريت، الحصان الصغير اللي بيبقى متحمس لاستكشاف العالم، وبيجري سبيريت مع قطيع الخيول وهو سعيد ومبسوط، وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة، وبينبهر لما بيشوف قطيع البايسون وهم جايين يشربوا من البحيرة، وبالرغم من حجمهم الكبير ما بيبقاش خايف منهم وبيلعب مع الزعيم بتاعهم. وبتعدي الأيام وبيكبر سبيريت، وبنشوفه وهو بيسابق صديق النسر وبيقدر ان هو يتفوق عليه، وبنعرف ان سبيريت بقى قائد القطيع وكمان المسؤول عن حمايته. وفي يوم واحد من الاسود بيبقى عايز يفترس الخيول الصغيره وبيطاردهم علشان ياكلهم، وعلى اخر لحظه بيتدخل سبيريت وبيمنع الاسد وبيهاجمه وبيضربه وبيقدر ان هو يوقعه على الارض، وكمان بيخوفه وبيطارده لحد لما بيخليه يهرب من المكان. وبسبب اللي سبيريت عمله بتحييه والدته وكل قطيع الخيول على شجاعته، وبنشوف قد ايه سبيريت سعيد بوجوده مع القطيع. وبالليل بيروح يطمن على كل واحد فيهم وبيتأكد ان هم في امان، وبالصدفة بيشوف ضوء غريب في الغابة وبيقرر يروح يعرف مصدر الضوء ده، وبيطلب من والدته تفضل مع القطيع وبيسيبها وبينطلق. وبيفضل سبيريت يجري لحد لما بيوصل لمكان الضوء، وبيتفاجئ بمجموعة من الخيول وهم مربوطين، وواحد من الخيول دي بيطلب منه يهرب، لكن سبيريت ما بيسمعش كلامه وبيبدأ يستكشف المكان، وبينبهر لما بيشوف البشر وهم نايمين، وبيبقى مستغرب من شكلهم لانه اول مرة يشوف المخلوقات دي. وبالغلط بيرمي جزمة على واحد من الصيادين اللي بيصحى، وبينبهر هو وصديقه لما بيشوف سبيريت لانه من الخيول النادرة جدا. وبيفضل سبيريت يتفرج على كل حاجة لحد لما بيصحي زعيم الصيادين وبيجري علشان يهرب منهم، فالزعيم بيطلب من كل الصيادين يستعدوا وبينطلقوا وبيجروا وراه علشان يمسكوه، لكن سبيريت بيقدر يهرب منهم وبيجي من وراهم وبيحرر الخيول وبيجري بسرعة، وبيفضل يجري لحد لما بيوصل القطيع وبيطلب منهم يهربوا من المكان، وبيرجع هو للصيادين وبيشتتهم وبيخليهم يجروا وراه، وبيدخل لمنطقة جبلية وبيمشي على الصخور وبيهاجمهم، وبيرجع يجري تاني، وقبل ما يهرب واحد من الجنود بيرمي على حبله وبيسحبه وبيوقعه على الأرض، ولما سبيريت بيجي يهاجمه بيتربط بحبل تاني وبيتجمع حوالي الصيادين وبيربطوه بحبال من كل مكان، وما بيبقاش سبيريت قادر ان هو يهرب من الصيادين بسبب الحبال اللي بتبقى كتير جدا. وبيتفاجئ سبيريت لما بيشوف والدته وباقي القطيع جايين علشان يساعدوه، لكنه بيرفض مساعدتهم وبيطلب منهم يهربوا علشان ما يتقبضش عليهم هم كمان، وفعلا بينفذوا كلامه. وبالرغم من ان الخيول اللي مع الصيادين بتبقى عايزه تساعد سبيريت ما بيقدروش ان هم يعملوا اي حاجه. بعد كده بياخدوا سبيريت وبيمشوا، وطول الطريق بيبقى سبيريت بيحاول يهرب منهم لكنه ما بيقدرش يعمل كده، وبينادي على صديقه النسر علشان يساعده، لكن النسر ما بيعرفش يقرب منه بسبب الصيادين. وبعد طريق طويل بيوصلوا للمعسكر في الصحراء للجيش الامريكي، وبينبهر سبيريت لما بيدخل للمعسكر اللي بيبقى فيه عدد كبير من الجنود المسلحين ومعاهم عدد اكبر من الخيول، وبيحاول 4 من الجنود يسيطروا على سبيريت اللي بيبقى قوي ورافض ان هو يستسلم، فقائد المعسكر بيضرب نار في الهواء علشان يخوف سبيريت، وبيقرب منه وبيفكر الجنود ان هم روضوا خيول برية كتير وان الخيل ده مش هيختلف عنهم، فبيتعصب سبيريت وبيكسر العصاية بتاعته وبيثبت له ان هو مش خايف منه، وساعتها الجنود بياخدوه وبيربطوه في مكان مخصص للاحصنه الجديده، وبيجي الراجل ده وبيحاول يقص شعره لكن سبيريت بيعضه فبيتعصب وبيخلي الجنود يربطوه كويس علشان ما يتحركش، وبيرجع يقص شعره، ولما بيجي يركب له حدوه سبيريت بيضربه وبيوقعه على الارض، فبيتعصب الراجل اكتر وبيخلي الجنود يربطوه من كل مكان، لكن ده ما بيمنعش سبيريت اللي بيتحرر وبيضربه وبيخليه يفقد الوعي. بعد كده الجنود بينقلوا سبيريت لساحه التدريب علشان يروضوه وبيركبوا له الجام علشان يتحكموا فيه، وطبعا ده ما بيأثرش على سبيريت، وكل لما جندي بيحاول يروضه سبيريت بيجري بسرعه وبيطيره وبيوقعه على الارض، وبيفضل سبيريت يطير جندي ورا التاني وما بيبقاش ولا واحد من الجنود قادر ان هو يسيطر عليه، وبتنبهر كل الخيول وبيتفرجوا عليه وهم مبسوطين وبيحيوه، لكن قائد المعسكر بيبقى متعصب من اللي سبيريت بيعمله. اما بالنسبه للجنود بيبقوا خايفين يقربوا من سبيريت اللي بيرعبهم وبيرميهم واحد ورا التاني بره ساحه التدريب، وبيجري بسرعه وبيخوفهم لحد لما بيروح لقائد المعسكر اللي ما بيخافش منه، وبيطلب من الجنود ان هم يربطوا سبيريت وما يدوهوش اكل ولا ميه لمده 3 ايام، وفعلا سبيريت بيتربط في عمود في نص ساحه التدريب، ومهما حاول ان هو يقطع الحبل ما بيقدرش. وبالليل بيبص في السماء وبيبقى مفتقد والدته والقطيع بتاعه جدا، وتاني يوم الصبح بيبقى عطشان وبيتفرج على القائد وهو بيشرب ميه، وفجاه الجنود بييجوا وهم قابضين على واحد من قبائل الهنود الحمر اسمه كريك، وبيعرفوا القائد
القائد ان الشخص ده كان بيسرق من الموارد بتاعتهم، فالقائد بيطلب منهم يربطوه ويحرموه من الاكل والمية. وبينبهر كيريك لما بيشوف سبيريت اللي بيبقى مستغرب من شكله لانه مختلف عن كل الجنود، وطول الوقت بيبقى كيريك بيحاول ان هو يلعب مع سبيريت اللي ما بيدهوش اي اهتمام. وبالليل بيستغرب سبيريت لما بيسمع كيريك وهو بيخرج صوت غريب، وبيفهم ان هو بيتواصل مع حد بره المعسكر. وفجأة بتترمي سكينة جنب كيريك، فبيقرب رجله منها وبيقدر ان هو ياخدها قبل ما حد يشوفه. وبعد شوية بيصحى الجنود وبيستعدوا علشان هيروحوا يحموا السكة الحديد من الهنود الحمر اللي بيهاجموهم، بس القائد ما بيبقاش مهتم وبيسأل الجنود اذا كان عدى 3 ايام على سبيريت من غير اكل ومية. وفعلا بيبقى عدى 3 ايام، وبيبدأ القائد ان هو يروض سبيريت اللي بيحاول يوقعه، وبيفضل يجري وبيتحرك بسرعة وبيخبط في الجدار علشان يوقع القائد، لكنه ما بيقدرش يعمل كده علشان ما اكلش بقاله 3 ايام. وللأسف سبيريت بيفقد قوته وما بيبقاش قادر ان هو يكمل جري، وكمان بيتعب. وطبعا القائد بيبقى سعيد لانه قدر يروض سبيريت وبيمشي بوسط الجنود، وبيفكرهم ان هم لازم يكملوا السكة الحديد وعلشان كده محتاجين لعدد كبير من الخيول، وبيأكد لهم ان هم لازم يقضوا على قبائل الهنود الحمر، وبيفهمهم ان بالعقاب والوقت هيقدروا يروضوا اي حصان. في اللحظة دي بيتعصب سبيريت وبيسحب اللجام وبيجري بسرعة وبيوقع القائد وبيرميه في الهواء وبيطيره بره وبيوقعه على الارض، وده طبعا بيخلي كل الخيول تفرح وبيحيوا سبيريت على شجاعته، وبيبقى كيريك منبهر من اللي حصل. فبيتعصب قائد المعسكر وبيمسك مسدس وبيوجهه على سبيريت اللي ما بيبقاش خايف منه، وقبل ما يقتله كيريك بيحرر نفسه وبيهاجم القائد وبيتعلق في سبيريت اللي بياخده وبيجري وبيروح يحرر الخيول. وكمان كيريك بيضرب واحد من الجنود وبياخد السلاح بتاعه، فسبيريت بيجري وبيدخل الاسطبل اللي فيه كل الخيول، وساعتها كيريك بيستخدم السلاح وبيدمر القفل، وبيخرج هو وسبيريت ووراهم مجموعه من الخيول، وبيكملوا جري وبيخرجوا من المعسكر وبيتفرقوا عن بعض، وبيبقى سبيريت سعيد لانه هيرجع للقطيع بتاعه. لكن فجأة كيريك بينادي على رين الفرسه بتاعته وبيركب على ظهرها، وبيجي 2 من اصدقائه وبيقبضوا على سبيريت اللي بيتضايق. بعد كده كيريك واصدقائه بياخدوا سبيريت وبيرجعوا للقبيله بتاعتهم وبيحبسوه في حظيره، وبيقرب كيريك منه وبيشيل اللجام من بقه. وتاني يوم الصبح بيفرح سبيريت لما بيلاقي تفاح جنبه وبيفضل ياكل منه، وبينبهر لما بيشوف رين وبيحاول يلفت انتباهها لكنها ما بتدهوش اي اهتمام، وبيستغرب لما بيلاقيها بتلعب مع كيريك وهي سعيده ومبسوطه، وبيفضل يتفرج عليهم وهو متضايق. وبعد شويه بنشوف كيريك وهو بيحاول يروض سبيريت لكنه بيفشل، وبيفضل اصدقائه يتريقوا عليه، وكمان سبيريت بيجري وراه وبيخرجه من الحظيره، فبتتعصب رين وبتوقفه وبتزعق معاه. وساعتها كيريك بتجيله فكره وبيربط رين في سبيريت وبيطلب منها تهديه وبيفتح لهم باب الحظيره، وطبعا سبيريت بيفرح وبيجري بسرعه علشان يرجع للقطيع، لكن رين بتوقفه وبتمنعه وبتقعد على الارض علشان ما يقدرش يسحبها، وكمان بتلف حواليه بالحبل وبتوقعه، فبينبهر سبيريت وبيعجب بيها اكتر وبيروح وراها. وبتفضل رين تفرجه على القبيله وعلى الناس اللي عايشين فيها وعلى الاطفال الصغيرين، وبيفرح سبيريت لما بيشوف ان البشر اللي عايشين في القبيله بيعاملوا الخيول بطريقه كويسه، وبيلعب مع بنت صغيره وبيواسيها علشان ما تعيطش، وبيبقى سعيد من اللي عمله. ولما بيبقى بياكل هو ورين بيلاحظ انها عايزه تاكل تفاحه ومش قادره انها توصل لها، فبينط وبياخد التفاحه وبيقرب منها وبيديها لها، لكن رين ما بترضاش تاكلها لوحدها وبتخلي سبيريت ياكلها معاها، وبيبداوا انهم يعجبوا ببعض اكتر. بعد كده بنشوف سبيريت وهو بيلعب مع كيريك اللي بيبقى عايز يروضه وبيفضل يجري وراه، وبعد شويه سبيريت بيقرب من كيريك وبيقنعه ان هو يقدر يمتطيه، ولما كيريك بيجي يركب على ظهره سبيريت بيخدعه وبيرميه على الارض، وبيفضل اصدقاء كيريك يتريقوا عليه، وبيتعصب سبيريت وبيخوفهم وبيوقعهم هم كمان، وبيقرب من كيريك وبيواسيه. وساعتها كيريك بيقول له ان هو مش هيحاول يمتطيه تاني، وان المفروض محدش يستحق ان هو يمتطيه، وبيروح يفتح له باب الحظيره وبيطلب منه يمشي، وبيبقى سبيريت مستغرب من اللي كيريك عمله. في البدايه بيبقى متردد لكنه بيخرج من الحظيره وبيبص لكيريك وبيودعه وبيسيبه وبينطلق، وبيروح لرين اللي بتفرح لانه بقى حر وبيطلب منها تيجي معاه للقطيع، لكن للاسف رين بترفض انها تروح معاه لانها بتبقى عايزه تفضل مع كيريك والقبيله بتاعته. وفجاه بيسمعوا هزه ارضيه وبيشوفوا الجنود وقائد المعسكر وهم رايحين يهاجموا القبيله، فبتجري رين وسبيريت بسرعه وبيروحوا للقبيله علشان يساعدوا اهلها اللي بيبقوا بيحاربوا الجنود، وبيركب كيريك على ظهر رين وبينطلق علشان يهاجم قائد المعسكر، لكن القائد بيضرب نار على رين وبيوقعها في النهر، وقبل ما يقتل كيريك بيتدخل سبيريت وبيوقع القائد
وبينقذ كاريك، وكمان بيجري بسرعه علشان يلحق رين اللي بيبقى طيار الميه جرفها لبعيد، وبينطلق سبيريت باقصى سرعه وبينط في الميه وبيعوم وبيقرب من رين وبيقدر ان هو يوصل لها. لكن للاسف ضغط الميه بيبقى كبير جدا وما بيقدرش سبيريت يخرج وهو شايل رين، وبيوصلوا للشلال وبيقعوا من عليه هما الاثنين. وبعد شويه بيخرج سبيريت من الميه وبيروح لرين اللي بتبقى موجوده على الشط، وبيحزن لانها مش قادره تتحرك، وبيقرب منها وبيواسيها وبيفضل نايم جنبها طول الليل وهو حزين وبيتمنى انها تكون كويسه. وبعد مده بيوصل مجموعه من الجنود وبيقبضوا على سبيريت اللي بيحاول يقاومهم، لكن للاسف بيفشل والجنود بياخدوه وبيسيبوا رين لانها مريضه. وبيحزن سبيريت وبيتاثر لما بيشوف رين وهي بتفقد الوعي وبيفهم انها ماتت، وبيستسلم وبيروح مع الجنود. وبعد لما الجنود بيمشوا بيجي كيريك وبيطمن على رين وبيبقى حزين بسبب اللي حصل لها، وبيقرر ان هو يروح ينقذ سبيريت زي ما هو انقذ حياته. وبنروح للجنود اللي بياخدوا سبيريت وبيركبوه في القطر اللي موجود فيه الخيول بتاعه الهنود الحمر، والخيول دي بيفرحوا لما بيشوفوا سبيريت وبيحاولوا يواسوه، لكنه بيبقى حزين جدا لانه فاهم ان رين ماتت. وبينطلق القطر وبيمشي بكل الخيول اللي موجوده جواه، وبيبقى سبيريت فاقد الامل نهائيا، لكنه بيفتكر والدته والقطيع بتاعه وبيستجمع قوته وبيقرر يتحرر ويرجع لهم تاني. وبعد مده بيقف القطر والجنود بيخرجوا سبيريت والخيول اللي معاه، وبيبقى سبيريت مستغرب ومش عارف سبب وجودهم في المكان ده، بس بيسمع البشر وهم بيتكلموا وبيفهم ان هم عايزين الاحصنه علشان يقدروا يربطوا السكه الحديد ببعضها. في الوقت ده كيريك بينطلق علشان يروح يحرر سبيريت، وبنرجع لسبيريت اللي الجنود بيربطوه هو وكل الاحصنه في العربيه اللي بتسحب القطر علشان يعدوا بيها من فوق الجبل. وبتنطلق كل الاحصنه ومن ضمنهم سبيريت، وبيبداوا ان هم يسحبوا عربه القطر. وبعد مده بيوصلوا لقمه الجبل، وساعتها سبيريت بيشوف العمال وهم شغالين في السكه الحديد، وبيفهم ان السكه دي متجهه لمكان القطيع بتاعه. ولما سبيريت بيرفض ان هو يتحرك بيلاحظ ان عربه القطر ممكن تتدحرج من على الجبل لو كل الاحصنه سابوها، فبتجيله فكره وبيمثل ان هو مات، وده طبعا بيخلي الحراس يفكوه من السلاسل وبيخرجوه من الصف. وساعتها سبيريت بيستغل الفرصه وبيحرر نفسه بالكامل وبيهاجم الحراس، وبيروح للسلاسل اللي بتسحب القطر وبيدمر واحده منها وبيحرر مجموعه من الاحصنه، وكمان بيدمر السلسله الثانيه وبيحرر باقي الاحصنه وبيطلب منهم يهربوا بسرعه، وده طبعا بيخلي عربه القطر تتحرك من مكانها، ومهما البشر حاولوا يوقفوها ما بيقدروش. وقبل ما سبيريت يجري مجموعه من الجنود بيربطوه بسلسله لكنه بيضربهم وبيهرب منهم، وبيجري لما بيلاقي ان عربه القطر هتقع عليه، وبينزل من على الجبل باقصى سرعه وبتبقى عربه القطر بتقرب منه، وكمان العربه بتطير في الهواء وبتبقى هتقع عليه، لكن سبيريت بيقدر يتفاداها. وبيترعب كل الجنود لما بيشوفوا العربه وهي بتتدحرج من على الجبل وجايه في اتجاههم، وبيفضل سبيريت يجري من عربه القطر اللي بتخبط في قطر تاني وبينفجروا وبيدمروا المكان. وبيبقى سبيريت فخور باللي عمله وبيكمل جري علشان يخرج من الغابه اللي على وشك انها تتحرق بالكامل، لكن للاسف وهو بيجري السلسله بتتعلق في جذع شجره وبتمنعه من الهروب وما بيبقاش قادر ان هو يتحرر. وقبل ما النار توصل له بيجي كيريك وبيحرره، وبيجروا هما الاثنين بسرعه وبينطوا في النهر وبيفقد سبيريت الوعي. وبعد شويه بيفوق وبيلاقي ان كيريك انقذه وكمان جاب له تفاح علشان ياكله، وبيقرب منه وبيزقه في الميه وبيفضلوا يلعبوا هما الاثنين مع بعض. وبيبقى سبيريت سعيد جدا لان كيريك ما تخلاش عنه وجه علشان ينقذه، وبيقرب منه وبيلمسه، بس فجاه بيوصل قائد المعسكر ومعاه مجموعه من الجنود وبيضربوا عليهم نار، ولما اريك بيبقى بيجري بيقع على الارض، فسبيريت بيرجع ياخده وبيجري علشان يهربوا من الجنود اللي بيطردوهم. وبيفضل سبيريت يجري بسرعه لحد لما بيدخلوا المنطقه الجبليه والجنود بتدخل وراهم، وبيمسك كيريك عصايه وبيعلقها ما بين الصخور وبيوقع واحد من الجنود، وكمان بينط من فوق صخره وبيركب على ظهر سبيريت تاني، اما الجندي اللي كان بيطرده بيخبط في الصخره، وبيقف سبيريت على اخر لحظه قبل ما يقع من على الحافه، وبيساعد كيريك وبيخليه يضرب واحد من الجنود. وبيكمل سبيريت جري لحد لما بيطلع فوق صخره وبيكتشف ان مفيش اي طريقه يقدروا يهربوا بيها، وبالرغم من كده سبيريت بيرفض الاستسلام وبيبص على الجانب التاني اللي بيبقى بعيد جدا، وبيستجمع شجاعته وبينطلق باقصى سرعه ممكنه وبينط بكل قوته في الهواء، وبيبقى كيريك فرحان لانهم طايرين. وبينبهر قائد المعسكر والجنود اللي معاه لما بيشوف سبيريت وهو طاير في الهواء، وبيقدر سبيريت ان هو يعدي للجانب التاني وبيبقى فخور باللي عمله. وبسبب اللي حصل قائد المعسكر بيمنع الجندي ان هو يقتل سبيريت وبيحتاج
بتحترم اصراره وقوته وبيبصله بكل فخر وبيمشي هو والجنود اللي معاه. وطبعا سبيريت وكيريك بيبقوا فرحانين جدا وبيرقصوا وهم مبسوطين، وبيركب كيريك على ظهر سبيريت وبينطلقوا بسرعه. وبعد مده بيوصلوا لقبيله كيريك وبيحزن سبيريت جدا لما بيفتكر رين، لكن بيتفاجئ لما كيريك بيصفر وبتخرج رين من القبيله، وبيفرح سبيريت لانها لسه عايشه وبيجري عليها وبيقرب منها وهو سعيد ومبسوط. وبيروحوا هما الاتنين لكيريك اللي بيحضن رين وبيقول لها ان هو هيفضل فاكرها مهما حصل، وبيطلب من سبيريت ان هو يهتم بيها. فسبيريت بيقرب منه وبيحضنه وبيودعه هو ورين وبيسيبوه وبينطلقوا، وبيبقى سبيريت سعيد وبيحيي كيريك لانه هو السبب في حريتهم وبيسيبوه وبيمشوا. وبيفضل سبيريت ورين يجروا بسرعه، وبعد طريق طويل بيفرح سبيريت لما بيقابل صديقه النسر، وكمان بيوصل للقطيع بتاعه اللي بيحيوه وبيفرحوا برجوعه ليهم. وبيحضن سبيريت والدته اللي بتفرح لما بتشوفه، وبيجري هو ورين وكل القطيع وهم احرار. وفي النهايه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجايه، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.